السلام عليكم، صباح الخير يا شباب. احنا الان في حي الشفا في حائل، عندنا الحين جولة مع اخونا قناص. اخوي انا جايين من الامارات، الله يحييهم. هذا الاخوان الباقيين، حياكم الله يا ابو، طول عمرك ابو ماجد. ما شاء الله تبارك الله. صباح الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا وسهلا. وحيا الله ضيوفنا في حايل. يا هلا والله. ان شاء الله هذا محل. ما شاء الله ما شاء الله. اي والله. ما شاء الله حركات. هذا الغبار، هذا البيزا، بيز شمر. ها بيز شمر في طاقية هنا. تلميع الأواني النحاسية. هذا قصر القشلة الذي بني في عهد الملك عبد العزيز عام 92، ويحتوي هذا القصر على 143 غرفة، وله 8 أبراج، ويعتبر مقر للثكنات العسكرية. الله يعطيك العافية. الله يحفظك. وهذا مسجد القشلة، قصر القشلة، طبعا مبني على وقت الملك عبد العزيز. ما شاء الله كبير جدا. ندخل نطل هنا نشوف. ما شاء الله احدى غرف. ما شاء الله قصر كبير جدا. هذا الجزء الثاني، هذاك الباب. ما شاء الله كبير جدا. السلام عليكم. الآن موجودين عند لازم الرحلات برية الاختيار حائل، تفصيل أشرعة، تفصيل. وما شاء الله يحصلون جميع السيارات، يجهزون السيارات هذه كلها. هذا السلام عليكم. هذه رجعت الحوض، جميع السيارات الموجودة. ما شاء الله هذه خزانات ماء وشنط. شنطة ما شاء الله، شنطة مع خزان، ممتازة جدا. هاي شنط بلاستيك حديد. ولك من العليا إلى العليا نصيب، الطاولين المجد في موقف أي غيرك يدركه. من إمارات السلام أبعث باقات طيب لديار كلها خير ومحبة وبركة. بيننا وما بينهم الهقاوي ما تخيب، ننتخى سلمان لبينا لأرض المعركة. وإذا اعتزوا عيال زايد إخوان نوره القريب، ما يهابون المنايا، صف واحد والرؤى متشاركة. عيدها التسعين ندعو الله
المجيب على العهد نبقى ايادينا بعز وعلى متماسكه. صح لسانك. يا ما حال الفنجال معسي حتى البال في مجلس ما فيه نفس ثجيلة. يا ما حال الفنجال معسي حتى البال في مجلس ما فيه نفس فجلة. هذا ولد عمان وهذا ولد خال وهذا رفيع زمان دوار بديلة. وهذا رفيع زمان دوار بديلة. يقول تبختري يا ديرتي عقب الامطار. الامطار تبختري يا ديرتي عقب الامطار والله ما مثلك على الارض ديره. حايل غرام الشمري سر وجهار. يقول تبع عليكم زوج. يقول تبختري يا ديرتي عقب الامطار والله ما مثلك على الارض ديره. حايل غرام الشمري سر وجهار مشاعره مهما يعبر اسيره بين الجبال وما نبت حولها ازهار وبين الشعيب اللي يونس هديره وبين النفود مدلهت كل الانظار وبين القرايا والبيوت التبيره مضايف تنحت تقاليد الاخيار يلقى بها مما يسر السريره ترحيب تذكر على بن وبهار وعلى الشحم والعود يضفي عبيره وسوالف الراوي مع ابداع شعار يطرب لها سمعا وتثري بصيره. يا راحة الطرقي بعد طول الاسفار يا مد الشاعر عبد العزيز جريفاني الله يرحمه يقول انا بتمشى بالخلا دام يحي وشوف اياتني الهي خرجها خصم دابي بين سلمى وجبل طيب الله على كل البسيطه تفرقها حايل وراضيها هنوف بها غي من جالها له غريب عشر من ليه ما كملت عاد قال خلصت هذول هالابيات هذول بس ما عن حلفه. أغناكم الله يا فهد بن سالم بيض الله وجيهكم على هالضيافة جزاكم الله خير. أغناكم الله.